تابع حول الأوضاع الميدانية. معنا من درعا المتحدث باسم شبكة شام قيصر حبيب. سيد قيصر، كيف هي الأوضاع في درعا اليوم؟ لا زال نظام يواصل عملياته أستاذة حسينة في محافظة درعا. القصف الليلي استمر بشكل عنيف من الفوج 175 ليطول منطقة اللاجاوة، يتركز على هذه المنطقة، أيضا على منطقة بصرة الحرير وخربة غزالة. كل هذه المناطق قصفت ليلا بشكل عنيف من الفوج 175 الذي يعني مسؤول عن قصف المنطقة الشرقية من محافظة درعا. هذه القرى تقع في المنطقة الشرقية من محافظة درعا. أيضا اليوم كان هنالك تحركات لجيش النظام في المنطقة الغربية من محافظة درعا، ولا سيما بلدة تسيل تشهد تحركات كبيرة لقوات النظام، وهنالك تخوف من اقتحام لهذه البلدة وارتكاب مجازر فيها. بلدة الصنمين أيضا كانت على موعد مع اقتحام لقوات النظام وشن حملة اعتقالات في هذه المدينة طالت الدكتور محمد إسماعيل الفلاح. نريد أن ننوه بأن النظام يستهدف الكادر الطبي بشكل كبير، هنالك إعدامات ميدانية بحق الكادر الطبي وهنالك تهديدات للكثير منهم. أيضا كان هنالك إطلاق نار في بلدة إنخل وأيضا في درعا البلد ودرعا المحطة، أيضا كان هنالك إطلاق نار كثيف في محيط منطقة السرايا. نريد أيضا أن ننوه إلى نشر الحواجز، الكثير من الحواجز لقوات النظام تنتشر في المدن وفي أيضا على الطرقات الرئيسية والطرقات الفرعية. هذه الحواجز الطيارة تقوم باعتقالات عشوائية لكل من يطولهم. هنالك إعدامات ميدانية تحصل على هذه الحواجز الطيارة والحواجز الثابتة. أيضا الآن من يعتقل على أيدي قوات النظام تتم تصفيته ميدانيا، يعني حتى الاعتقالات تكون بشكل عشوائي كبير. نريد أن ننوه إلى الوضع الإنساني في محافظة درعا، لا تزال هنالك حملة تهجير كبيرة في محافظة درعا، يعني لدينا مدن الآن خالية من سكانها في محافظة درعا. الحركة إلى الأردن، هنالك مئات العائلات تخرج إلى الأردن بشكل يومي، هنالك أيضا عائلات تهجر باتجاه القرى والبلدات النائية التي لا يطولها القصف مثل المنطقة الغربية، والتي أيضا شهدت قصف في الآونة الأخيرة وشهدت اقتحامات. هذه العائلات لا تجد من يغيثها في محافظة درعا، لم نرى أي جهة إغاثية لا محلية ولا خارجية لهذه العائلات. الطريق إلى الأردن أيضا صعب، هنالك كما أخبرتكم مئات العائلات تصل إلى الأردن ولكن بظروف صعبة بسبب تجديد قوات النظام على الحدود من خلال نشر مضادات الطيران ونشر القناصة أيضا في هذه المناطق التي تستهدف الأطفال والنساء. حتى الجرحى هنالك صعوبة بالغة بإخراجهم إلى الأردن، وضع الجرحى في محافظة درعا سيء، هنالك نقص كبير في المستلزمات الطبية ونقص أيضا في الكادر الطبي الذي بات مستهدف بشكل كبير من هذا النظام. يعني هنالك إعدامات ميدانية بحق الكادر الطبي، هنالك تهديد لكثير منهم بالتصفية إلى الآن، هنالك أيضا استهداف للكادر يعني للطبقة المثقفة في المحافظة من معلمين ومن أطباء. من درعا المتحدث باسم شبكة شام قيصر.